السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. معانا مجموعة من الكاسيتات هنشوفها مع بعض وجهاز 3 في 1. أول حاجة معانا في الفيديو النهاردة ده كاسيت ناشونال باناسونيك بنسميه 16، عبارة عن راديو متعدد موجات اف ام وام واس دبليو وشريط كاسيت. الجهاز ده الموديل بتاعه RX شرطة 500 اف، RX شرطة 500 اف، صنع في اليابان. اهوت This one box is National Panasonic Radio Multiband FM and AM and SW and tape model RX-5100F made in Japan. The brand is National. معانا بعد كده أول مرة يجينا في القناة ده راديو سوني، راديو AM و SW بدون FM. الموديل بتاعه ICR شرطة SW700 أهو. الجهاز مستعمل أهوت. This radio is Sony Radio AM and SW model ICR-SW700 made in Japan. ده راديو فيه كمان مع 4 كروت. معانا بعد كده أول مرة جينا في القناة ده جهاز 3 في 1 ناشونال باناسونيك بحالة المصنع، ينقص كرتونة اهوت. جهاز 3 في 1 بالسماعات بتاعته الأصلية، جهاز بحالة المصنع. الجهاز دوت عبارة عن اسطوانة وشريط كاسيت وراديو AM و SW. الموديل بتاع الجهاز دوت SG شرطة 1050A، صنع في اليابان. الجهاز وزنه 9.5 كيلو، والسماعات وزنها مع بعض 4 كيلو، يعني مع بعضه حوالي 13.5 كيلو. السماعات الموديل بتاعها SB شرطة 105A. الجهاز ده عرضه 50 سنتي، في عمق 37، في ارتفاع 18. أما السماعات عرضها 25، في عمق 15، في ارتفاع 35 سنتي، صنع في اليابان اهوت. ده جهاز بحالة المصنع. This device is National Panasonic 3-in-1 phono and tape and radio AM and SW. The brand is National Panasonic. Model SG-1050A made in Japan. معانا بعد كده أول مرة جينا في القناة ده كاسيت National Panasonic راديو متعدد الموجات FM و MSW وشريط كاسيت. الموديل بتاعه RX شرطة F10F، RX شرطة F10F هو صنع في اليابان. This cassette is National Panasonic راديو AM and SW and FM and tape model RX-F10F made in Japan. معانا بعد كده ده كاسيت ناشونال باناسونيك راديو AM و SW. الجهاز بحالة المصنع اهوت. الموديل بتاعه RS شرطة 462DS، صنع في اليابان اهوت. ده بنسميه سيريكا 2 سماعة اهوت بحالة المصنع. This boom box is National Panasonic راديو AM and SW and tape model RS-462DS made in Japan. معانا بعد كده جهاز بحاله ممتازه جدا ده بنسميه نيمس راديو اف ام و ام وشريط كاسيت اهوت. الموديل بتاعه الموديل بتاع النيمس RS شرطة 540FD، RS شرطة 540FD، صنع في اليابان اهوت. This boom box is National Panasonic راديو اف ام اند ام اند تيب موديل RS-5140FD made in Japan. معانا بعد كده جهاز برضه بحالة المصنع ده اللي بنسميه 5030، عبارة عن شريط كاسيت وراديو متعدد الموجات اف ام و ام و اس دبليو وشريط كاسيت. الجهاز حالته فوق 90% اهوت بحالة المصنع. الموديل بتاعه RX شرطة 5030F، RX شرطة 5030F اهوت. This boom box is National Panasonic راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب موديل RX-53F ميد ان جابان. معانا بعد كده ده كاسيت بنسميه السيبيكا اهوت، ده راديو اي ام و اس دبليو وشريط كاسيت. جهاز بحاله ممتازه جدا اهوت. الموديل بتاعه RQ شرطة 547D، RQ شرطة 547D، جهاز بحاله ممتازه جدا اهوت. This cassette is National Panasonic راديو اي ام اند اس دبليو اند تيب موديل RQ-547D ميد ان جابان. معانا بعد كده ده جهاز ناشونال باناسونيك راديو متعدد الموجات اف ام و ام و اس دبليو. الموديل بتاعه RX شرطة 550F، صنع في اليابان اهوت. عبارة عن راديو متعدد الموجات اف ام و ام و اس دبليو وشريط كاسيت. الجهاز بحالة ممتازة جدا. This boom box is National Panasonic راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو
and tape model RX-5150F made in Japan. معنا بعد كده ده راديو نشر باناسونيك راديو AM و SW الموديل بتاعه R شرطة 3000 هو بيشتغل بالكهرباء اهوت. This radio is national Panasonic radio AM and SW model R-3000 made in Japan. اخر حاجة معنا في الفيديو ده الاسطورة 543 اهوت عبارة عن راديو AM و SW وشريط كاسيت الموديل بتاعه RQ شرطة 543 ADS. ودي كانت اخر حاجة معنا في الفيديو، ان شاء الله الفيديو نور اعجاب حضراتكم ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.